بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 106. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم ورسائلكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله. هذا الأخ سعود يقول: شيخ، في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، أرجو تفسير هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفسير هذه الآية الكريمة واضح من ألفاظها: يوم تأتي، يعني يوم القيامة، كل نفس تجادل عن نفسها، لا تجادل عن غيرها، تدافع عن نفسها ولا تدافع عن غيرها، كل مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، وتوفى كل نفس ما عملت. الله جل وعلا يجازي كل نفس بما عملت من خير أو شر ويوفي ذلك، لا ينقص منه شيئا من عملها. أحسن الله إليكم. له أيضا استفسار عن آية، يقول: ما المراد بهذه الآية في سورة إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا، هل هذا بأعماله وتحقيقه للتوحيد؟ في هذه الآية يذكر الله عن إبراهيم عليه السلام أربع صفات: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، كان أمة يعني قدوة، هذه صفة. الصفة الثانية: قانتا، أي مقبلا على الله سبحانه وتعالى معرضا عما سواه، قانتا لله، كان أمة أي قدوة، هذه صفة. الصفة الثانية: قانتا، أي عابدا لله عز وجل مداوما على طاعة الله، كان أمة قانتا لله. الصفة الثالثة: كان حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين، براءة من المشركين، فكان متبرئا من المشركين حتى من أبيه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. بارك الله فيكم الشيخ صالح. الأخ أبو عبد الله أرسل بسؤال يقول: أرجو عرض هذا السؤال على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. يقول: أنا وأولادي عندنا مزرعة ونسكن فيها، وعندنا مسجد لكن ليس له إمام راتب ولا مؤذن، فهل يلزمنا أن نصلي الصلوات الخمس في هذا المسجد في المزرعة، علما بأنه في بعض الأوقات لا يأتي أحد يصلي فيه؟ هل يجوز لي أن أصلي جماعة مع أولادي في هذا المسجد أو في البيت القريب منه؟ ما دام هذا المسجد قريبا منكم فصلوا فيه ولا تهجروه، ويأمكم أحدكم، يعني أمكم وأقرأكم لكتاب الله عز وجل من أولادك، وبإمكانكم أيضا أن تطالبوا أو تطلبوا من وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد أن يعينوا لهذا المسجد إماما ومؤذنا. نعم. له سؤال آخر يقول: شيخ، إذا أعطى الأب ابنه بيتا للسكنة هو وزوجته، هل يلزم هذا الأب شيخ صالح أن يعطي بقية الأولاد الكبار والصغار الذكور والإناث قيمة البيت، علما بأن بقية أولاده لم يتزوجوا بعد؟ لا، ما يلزمه ذلك، لأن هذا بحكم النفقة على الولد، ما دام أن الولد في كفالته وفي الإنفاق عليه من والده هذا تابع للنفقة. لكن من احتاج من الأولاد الآخرين فإنه يعطيه السكن اللائق به الكافي له. نعم. أبو وليد يقول: شيخ، سافرت إلى بلد وأردت الصلاة في مقر سكني واتجهت إلى القبلة، لكن مع انحراف يسير، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا كان الانحراف يسيرا إنه لا يضر، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما لم تكن
تكون القبلة خلفك أو إلى جنبك فإن صلاتك صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عمر يقول: شيخ، عندي مزرعة كبيرة أبيع ما ينتج منها في السوق طلبا للربح، فهل أزكي ما يخرج من المزرعة زكاة الخارج من الأرض أو زكاة عروض التجارة؟ بصفة ما ذكرت تزكيها زكاة عروض التجارة، لأنك تبيع منها هي عروض تجارة. طلب مني شخص يقول أن أشتري له حاجة، فقمت بشرائها له من مالي الخاص بنية عدم الرجوع إليه، فلما سلمت هذه البضاعة له حلف علي بأخذ ثمنها. نعم، خذ ثمنها لأجل تطيب خاطره، وإذا كنت تتورع عنه لأنك نويت ألا تأخذه فتصدق به. هذه الأخت أم سالم لها مجموعة من الأسئلة ترجو عرضها في هذا البرنامج على فضيلتكم. تقول: المرأة التي في الحداد يا شيخ ومات عنها الزوج، ماذا تجتنب؟ وأيضا تسأل عن قضية الزعفران مع القهوة. تجتنب 4 أشياء: تجتنب الخروج من البيت، تقر في بيتها، قوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه واحدة. لكن يجوز لها أن تخرج في النهار لحاجتها، كان لها حاجة ولا أحد يقضيها غيرها، إنها تخرج بقدر الحاجة وترجع إلى بيتها. الأمر الثاني أنها تجتنب لباس الزينة، فلا تلبس لباس زينة، وإنما تلبس لباسا عاديا ليس فيه زينة. الأمر الثالث أنها تمكث في البيت إلى أن يبلغ الكتاب أجله، يعني تنتهي العدة. الأمر الرابع أنها تجتنب التطيب بأنواع الطيب، ومنها الزعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، فهو ريحان وله رائحة، فتجتنب شرب الزعفران. سائلة أخرى يا شيخ صالح تقول: الدعوة الخاصة للمرأة لوليمة العرس أو حفلة، هل تكون واجبة على المرأة كالرجل؟ نعم، إذا كان ما فيه فتنة ولا فيه محذور شرعي إنها تجيب الدعوة، لكن بإذن زوجها، تستأذن من زوجها. يقول: دخلت المسجد يا شيخ بعد أن انتهت صلاة الفريضة، فوجدت جماعتين تصليان، ما الواجب في حقي في هذا مأجورين؟ تصلي مع الجماعة، تصلي مع إحدى الجماعتين، وتخص الجماعة التي في أول الصلاة لأجل أن تصليها كاملة مع الجماعة. الأخت السائلة تقول: إذا كان مع المرأة وهي في المستشفى قبل الولادة طلق، وقد نزل منها بعض القطرات من الدم، هل هذا يحكم بأنه دم نفاس؟ نعم، إذا كان هذا متصلا بالولادة فإنه أول النفاس. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الأخ إبراهيم يسأل عن أبرز كتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وكتاب أيضا الفتاوى الكبرى. أبرز كتب الشيخ كلها مفيدة وكلها مهمة، من أهمها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك كتاب الرد على الرازي، كذلك مجموع فتاوى الضخم الذي يبلغ 36 مجلدا. طيب، طالب العلم يقرأ في هذه الفتاوى يا شيخ صالح؟ إذا كان عنده تمكن يقرأ فيها، أما إذا كان مبتدئا فلا يقرأ فيها لأنها فوق مستواه. أحسن الله إليكم. الأخت تقول: أختي جاءها الحيض وتوقف عنها واغتسلت، ثم جاءتها كدرة. إذا كانت بعد الطهر انقطع الدم نهائيا واغتسلت ثم رأت كدرة أو صفرة فهذا لا يؤثر، هي قد طهرت ولا تلتفت إلى هذه الكدرة والصفرة. بقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. المسافر يا شيخ صالح إذا حان وقت الظهر وليس عنده ماء، فإذا أخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، هل يصلي الظهر بالتيمم؟ مخير، إن شاء صلى الظهر بالتيمم والحمد لله، والتيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء أو عدم التمكن من استعماله، وإن شاء أخرها وصلىها مع العصر لأنه ما دام مسافر له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. يقول السائل: يا شيخ، سأسافر مع أختي للعلاج، وقرر الأطباء أن نبقى هناك أكثر من 5 أشهر، وبالنسبة للصلاة فأنا متحير، هل أصلي كل وقت بوقتها أم أجمع وأقصر؟ لا يا أخي، ما دمت أقمت هناك إقامة زي
تزيد على 4 أيام إنك تصلي كل صلاة في وقتها ولا تقصر ولا تجمع لأنك مقيم، قد انقطع السفر بإقامتك هذه الطويلة. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ صالح، إذا كان الإمام يصلي الظهر وأتى بركعة خامسة فهل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، يجوز أن يسجد قبل السلام وأن يسجد بعد السلام، لكن الأفضل إذا كان السجود عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام، أما إذا كان السجود عن نقص في الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام. نعم. يقول صلاة العيد يا شيخنا فرض عين أم فرض كفاية، وهل تقضى على من فاتت الصلاة؟ فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بعض العلماء يرى أنها سنة وليست فرضا. نعم. أيضا من فقراته يسأل عن الائتمام بالمسبوق. لا، لا يأتم بالمسبوق، المأموم لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام، مأموم لا ينقلب إماما إلا إذا استخلفه الإمام الذي يصلي خلفه. نعم. أيضا من أسئلته الأخيرة يا شيخ صالح عن السترة في الصلاة وما مقدارها، وهل المرأة أيضا تضع سترة؟ نعم، كل مصلي يضع سترة، المرأة وغيرها، ومقدارها مثل مؤخرة الرحل، شيء مرتفع مثل مؤخرة الرحل ويقرب منها، وهي سنة، اتخاذ السترة سنة ليست واجبة. نعم. هذه المرأة تقول سأصوم 10 من ذي الحجة بنية القضاء ونية فضل هذه 10 يا شيخ، لأن علي أيام من رمضان لم أصمها. نعم، لا بأس أن تصوم 10 من ذي الحجة صوم تطوع، والقضاء وقته موسع، تصوم القضاء الذي عليها بعد 10 ذي الحجة. نعم. السائل أبو عبد الله يقول قبل أن تأتي الجنازة إلى المقبرة يقوم الناس بانتظارها قياما حتى تأتي ويصلى عليها، فهل هذا جائز؟ هذا لا أصل له، إنما ورد أنها إذا مرت مع طريق فالجالس يقوم، إذا مرت من عنده يقوم كما في السنة، وأما المسجد فلا يقومون. نعم. هذا سائل شيخ يسأل عن حكم شراء الأراضي عن طريق الشركة، ومن ثم يقوم هذا الشاري يا شيخ صالح بالتقسيط على هذه الشركة. إذا اشترتها الشركة وملكتها ملكا تاما ثم باعتها على هذا على الذي يريدها فلا بأس بذلك. نعم. يسأل في فقرة أخرى يا شيخ عن حكم الشرع في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى محلي التجاري. بيع التصريف هذا لا يجوز، لأنه بيع معلق، بيع معلق، والبيع لا بد أن يكون منجزا، وأما بيعها قبل أن تصل فلا يجوز، أنه لم يستلمها، لا بد أن تصل ويستلمها ثم يبيعها، إلا أن تكون منضبطة بالوصف، إذا كانت السلعة منضبطة بالوصف فيبيعها اعتمادا على الوصف التام فلا بأس. نعم. هذا مصري مقيم بالرياض يقول ما حكم الشرع في نظركم في منع الأخوات من الميراث؟ لا يجوز، من منع ميراثا منع الله إرثه من الجنة، الوعيد شديد في هذا، لا يجوز منع الورثة من حقوقهم التي شرعها الله لهم. نعم. هذا يسأل لفضيلة الشيخ ويقول حدثونا عن أفضل التفاسير وتفسير الطبري، ما رأيكم فيه شيخ مأجورين، والمبتدي بماذا يقرأ من التفاسير؟ تفاسير كثيرة ولله الحمد، وكل تفسير له منحة، ولكن يعني أحسن التفاسير وأشملها تفسير الإمام بن جرير الطبري، ثم تفسير الإمام البغوي حسين بن مسعود البغوي رحمه الله، ثم تفسير الإمام بن كثير، فهذه أحسن التفاسير. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. أبو عمر يقول يا شيخ بأن وزني زايد عن اللازم شوي، وأوصاني الطبيب بتقليل الطعام والشراب، وأنا أصوم يا شيخ بنية نقص الوزن وصفاء البشرة والصحة، هل يقبل هذا الصيام؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا كان قصدك بالصيام التقرب إلى الله طلب الأجر فلك ما نويت إن شاء الله، أما إذا كان قصدك دنيويا وهو
ناحية صحية أو ناحية طبية فليس لك في هذا أجر. نعم. الأخت السائلة تقول: عند والدتي خواتم ذهب منذ سنوات وبعض حلق الذهب ورشرش، هل عليها زكاة يا شيخ صالح؟ إذا كانت تعدها لللبس والتزين بها المناسبات فالراجح من قولي العلماء أنها ليس فيها زكاة. نعم. شخص دائما يحلف يا شيخ بأنه يفقد عياله إذا عمل هذا الشيء، يكرر هذه العبارة، هذا دعاء، ولا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه، إنما من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو محمد يا شيخ يقول: نحن في منزلنا الجديد هناك أعزكم الله بعض الحشرات التي توجد بالبيت مثل النمل وخلافه، ما هل يجوز يا شيخ قتل هذه بالماء الحار أو الحرق؟ ما يجوز القتل بالنار، وإنما ينذر النمل بالرحيل، فإذا لم ترحل فإنه يقتلها بغير النار، لا بالمبيدات المعروفة. نعم. هذا الذكر وهذا الدعاء يا شيخ سلاح يعني دائما المسلم يغفل عنه يا فضيلة الشيخ، ويقولون بأن الدعاء هو سلاح المؤمن، هل يشترط لهذا الدعاء شروط لكي يقبل الدعاء؟ الدعاء يقبل إذا كان خالصا لله عز وجل، وكان دعاء مشروعا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، وأيضا لا يستعجل الإجابة ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يدعو الله كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله بقلب حاضر ولا يدعو الله بقلب غافل لاهن، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن كما في الحديث. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل كما أشكر زميلي عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.